سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ثم أما بعد فلا يزال الحديث موصولا بشرح متن أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك المسمى بالشرح الصغير لسيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما زلنا في مكروهات الصلاة وقد وصلنا فيها إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وإقعاء وتخصر وتغميض عينين ورفعه رجلا ووضع قدم على أخرى وإقرانهما دائما وتفكر بدنيوي وحمل شيء بكم أو فم وعبث بلحية أو غيرها وحمد لعطاس وبشارة وإشارة للرد على مشمت وحق جسد لغير ضرورة وتبسم قل اختيارا وترك سنة خفيفة وسورة في أخيرتين والتصفيق لحاجة والشأن التسبيح قوله وكره إقعاء ما هو الإقعاء؟ الإقعاء له صورتان وكره إقعاء بأن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وآليتيه على عقبيه لقبح الحال اللي هي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة لكن الحقيقة أن هذه الهيئة اللي هي الجلوس على صدور القدمين هكذا ويجلس عليهم يعني القدمان واقفتان ويجلس عليهم هذه الصورة الأولى لكن الحقيقة هذه أن صحيح مسلم أخرج عن ابن عباس أنه يعني جلس في الصلاة بين السجدتين وقال إنه من السنة ولذلك قال لذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال بأنه يسن بين السجدتين أن يجلس على عقبيه لكن في التشهد طبعا يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها ويرسل اليمنى لكن عند المالكية قالوا هذه هيئة يعني قبيحة يعني قال الشيخ لقبح الهيئة هو الأفضل طبعا هو اتباع يعني الهيئة العامة التي كان يمشي عليها صلى الله عليه وسلم يعني هو فعلها للجواز لبيان الجواز ولذلك ممكن تكون للضرورة يعني ممكن واحد عنده خشونة في الركبتين ما يقدرش يجلس الجلسة المعتادة ما يقدرش يفترش ويرسل اليمنى
فيضطر يجلس على صدور القدمين. لكن هذه هيئة عند الإمام الشافعي من السنة جائزة يعني، وعند الإمام مالك قال هي مكروهة. في إقعاء ثاني اللي هو إيه؟ إقعاء الكلب. الكلب يجلس على الأرض، الإليتان على الأرض. بعض الناس يجلس بين قدمين، يعني ينصب القدمين ويجلس بينهما، يعني يفرجح رجليه كده ويجلس بين الإيه؟ وينصب اليمنى وينصب اليسرى هكذا ويجلس بينهما. ده إقعاء الإيه؟ إقعاء الكلب. ويداه على الأرض، ما هو الكلب لما بيجلس يبقى يداه على الأرض والرجلان على جنب والإليتان على الأرض. دي صورة تانية للإيه؟ الإقعاء. الإقعاء له صورتان، جلوس على القدمين وجلوس بين القدمين. طبعا صورة الكلب دي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن نقرة كنقرة الديك اللي هو ايه؟ السرعة في الصلاة. نقرة الديك يعني يضع جبهته ويرفع. نهى عن نقرة كنقرة الديك، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب اللي هو يجلس على الأرض وينصب ايه؟ رجليه ويداه على الأرض. يبدأ دي هيئة طبعا قبيحة جدا، فهي مكروهة على أي حال، لكن الصلاة صحيحة. لكن الجلوس على صدور القدمين عندنا في المالكية مكروه، وعند الإمام الشافعي سنة بين إيه؟ السجدتين، بين السجدتين لا في التشهد. يعني فعلها سيدنا عبد الله بن عباس وفعلها سيدنا عبد الله بن عمر. قال وكره تخصر، وهو وضع اليد على خصره حال قيامه، لأنه فعل المتكبرين وفعل من لا مروءة له وفعل اليهود. يعني ثلاث ايه؟ ثلاث علل من فعل المتكبرين، اللي هو وضع اليدين الخاصره اللي هي بين الضلوع وبين الحزام الانسان، بين حزام الوسط المنطقه دي يعني فوق الكليتين. طبعا هو ما فيش حد يقف في الصلاه هكذا، لكن نبه عليها العلماء يعني، لانه يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخصر في الصلاة، أي وضع اليدين على الخصر هكذا، لأن من فعل اليهود ومن فعل المتكبرين ومن فعل من لا مروءة له. لأن الصلاة تمسك وخشوع، تمسك وتخشع لله رب العالمين، لا تصح فيها هذه الهيئات، يعني لا النقر ولا إقعاء الكلب ولا بسط الكلب هو يضع يديه على الأرض، كل هذا من المكروهات. وكره تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته. والشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وتغميض العينين ليس من هديه صلى الله عليه وسلم، بدليل انه عليه الصلاه والسلام يعني راى النار في عرض الحائط كما في الصحيحين، راى النار في عرض الحائط وراى المراه فيها التي حبست الهره تعذب في النار، وراء الجنة في عرض الحائط أيضا وهو يسلم، ويعني أراد بأنه يمسك شيئا بيده، ثم تكعكع صلى الله عليه وسلم أي رجع، حديث البخاري برضه،
قال رأيت الجنة في عرض هذا الحائط، فأردت أن آخذ قطفا من عنبه، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. يعني لو جبت عنقود العنب ده لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، يعني تاكل فيما يخلص، لأن هو ثمار الجنة هكذا لا تنتهي. يعني كل ما واحد ياخذ يعني حبة يخرج مكانه، ده وصف ثمار الجنة هكذا. يعني كلما أخذ المؤمن ثمرة من ثمار الجنة خرج مكانه للحياة تلقائيا. هذا معنى أنه قطف العنب لو جاء أنا آكل منه ما بقيت الدنيا، لأن كل اللي ياخذ حبة هيخرج مكانها في الحاجة ومش هيخلص. ده رآه برضه النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي، ده دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن يغمض عينيه وهو يصلي. لكن بعض الناس يسأل ويقول مثلا إذا أغمضت العينين وجدت الخشوع، إذا فتحت العينين القلب أو العقل يسرح بعيد ويفكر في الدنيا، أو هناك يعني مشاغل أمامه ينظر إليها ويتفرج. فهنا زي مثلا اللي بيصلي في البيت مثلا ويكون عنده تلفزيون مثلا شغال، فتلاقيه إيه بيتفرج عليه وهو يصلي ولا يدري إيه كم صلى. فهنا التغميض هنا يجمع القلب في الصلاة، القلب إيه حاضر في الصلاة. يبقى هنا التغميض وسيلة للخشوع، فالخشوع ده أمر مطلوب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والإمام أبو حامد الغزالي مثل ما عده ركنا من أركان الصلاة، يعني الصلاة 14 ركن، هو عنده 15 ركن بالخشوع. يبقى إذا لو أغمض فوجد قلبه حاضرا في الصلاة من أولها إلى آخرها يبقى الخشوع جائز. ولذلك الشيخ قال: وكره تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. هو الحديث بس بسند ضعيف، لكن إذا كان الإغماض يؤدي إلى الخشوع فهو إيه؟ مطلوب. لأنه ممكن الإنسان لو شغل لا يدري كم صلى، وإذا لم يدري كم صلى والصلاة إيه؟ باطل. وكره رفعه رجلا عن الأرض واعتماد على الأخرى إلا لضرورة. دي في ناس كثيرة جدا وهي واقفة في الصلاة تلقاه إيه؟ يحمل على رجل ويرفع رجل كده كل شوية، مرة على اليمين ومرة على الشمال زي الفرس. ها؟ الخيل هي اللي تعمل كده، تلاقيها يعني دايما هي ترفع قدم، اللي هي الصافنات الجياد. فالصافنات اللي هي ترفع قدم وتقف على ثلاثة، يعني ترفع قدم خلفية يعني رجل من ورا وتقف على ايه؟ سلاسة. هي برضه ايه؟ يعني في شبه بالحيوان. الانسان يقف هكذا برجليه ولا يرفع قدم ويعتمد على ايه؟ على اخرى. الا للضرورة، يعني اذا كان فيه الم في احد القدمين يبقى يجوز له ايه؟ ان يعتمد على رجله ويرفع التي فيها الالم. وهو بيرفع لاجل ايه؟ لعلمه، والا هيتالم. زي اللي عنده خشونة في الركبة أو خشونة في المفصل تحت، أو عنده عملية جراحية في رجله مثلا، شوكة أخرجها مثلا أو دما، أي علة في القدم تحتاج للرفع يجوز أن يرفع للعلة. وكره وضع قدم على الأخرى، يعني كما يكره رفع الرجل والاعتماد على الثاني كذلك يكره أن يضع قدما على قدم وهو واقف.
لأن ده كل ده يعتبر من التلاعب، من التلاعب في الصلاة، وهو مذهب للخشوع. وكره إقرانهم أي القدمين دائما في جميع صلاته، هو يقف هكذا يعني والرجلان هكذا. لا طبعا من السنة أن يفصل بين القدمين. طبعا العلماء قالوا، بعضهم قال بمقدار كفة هكذا، يعني نقول احنا 10 سم بين القدمين، وبعضهم قال بمقدار ذراع، بمقدار يعني 50 سم، يعني كأنه بعرض الإنسان. عند الإمام مالك قال يستحب أن يقف كجسده، يعني لا يزود من فرجحه ولا يقرن، يبقى يقف بحسب عرضه هو، بحيث القدم ما تزيدش عن الايه؟ عن الكتف، يعني يقف وقوفا معتادا. وبعضهم قال 3 أصابع، بعض الفقهاء كان يعني يجعل بين قدميه مقدار 3 أصابع، ومقدار الكف، ومقدار الذراع، ومقدار الايه؟ الجسم، حسب عرض الايه؟ الجسم. وكره تفكر بدنيوي، أي في أمر دنيوي. طبعا الناس مبتلون بهذا، لكنه مكروه إلا إذا أدى إلى عدم معرفة قدر ناصر. يعني في بعض الناس يستولي عليه التفكير من تكبيرة الإحرام للسلام، ولولا الإمام لا يدري كم صلى. الإمام هو الذي يربط له الصلاة، والتفكر ده دليل على انشغال القلب بالدنيا وأنها ساكنة في القلب، ودليل على سيطرة الشيطان عليه بالوسوسة. احنا قلنا علاج هذا في دروس مضت انه يقرأ سورة آية الكرسي، لأن هي حافظة من الشيطان قبل الدخول في الصلاة. يقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات، ويستعيذ بالله 10 مرات من الشيطان، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن من استعاذ بالله 10 مرات وكل الله به ملكا يرد عنه الشيطان، حديث أبي يعلى، حديث صحيح. يبقى يستعيذ 10 ويقرأ آية الكرسي ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين 3 قبل إقامة الصلاة، ده علشان إبعاد الشيطان. وبعد ذلك يستحضر يعني معاني القرآن وهو يصلي، يستحضر معاني الفاتحة، ويستحضر معاني السور التي يقرأها أو يقرأها الإمام، ويعود نفسه على التنويع في السور. يعني برضو الإنسان لما يأخذ سورة أو سورتين يقرأ بهما دائما العقل لا يفكر في شيء، لما يقول إحنا يقرأ أوتوماتيك، يخلص الفاتحة مثلا يقرأ إنا أعطيناك الكرسي، يقرأ مثلا إذا جاء نصر الله الفتح، ولا يقرأ غيره. فده من ضمن الأشياء اللي تخلي الإنسان يعني قلب يعني يفكر في الدنيا ولا يحضر في الصلاة، لكن التنوع يجعل القلب حاضرا. والمحافظة على أذكار الانتقالات، احنا قلنا أذكار الانتقالات دي يعني تجعلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هي زي ما قال شيخنا قبلتها الكعبة للأشباح والهاشمي قبلة الأرواح صلى الله عليه وسلم. يعني أنت متجه للكعبة بجسمك، لكن روحك
متجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحضر معنى صلوا كما رأيتموه يصلي، فتستحضر ماذا كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، ماذا كان يقول في الركوع، ماذا كان يقول بعد الرفع من الركوع من الأذكار، ماذا كان يقول في السجود، ماذا كان يقول بين السجدتين، ماذا كان يقول في التشهد وبعد التشهد، وكذلك استحضار الأفعال التي قلناها في الفرائض والسنن اللي هي هيئات الصلاة، هيئات الصلاة، كيفية الركوع، كيفية الرفع، كيفية النزول، كيفية السجود، كيفية الجلوس بين السجدتين، كيفية الجلوس في التشهد، كل ذا يجعل الإنسان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعني الشيطان لا يلعب به ولا يتلعب، لأن قلبه حاضر مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج والعلاج من التفكر في الصلاة، لأن دي شكوى عامة، والناس الآن طبعاً مع انشغال بالدنيا، يعني لو سألت واحد في صلاة المغرب أو العشاء أو الصبح وقلت له بماذا قرأ الإمام؟ قلت الله أعلم، الله أعلم، كان زمان واحد يعني من الناس الفلاحين المتمسكين كان يقف على الباب يسأل كل واحد خارج يقول له الإمام صلى إيه؟ معلش تديله إيه؟ قال جاي تصلي كيف؟ لأنه مش عارف الإمام صلى إيه؟ كل اللي يطلع الإمام صلى إيه؟ ما يعرفش يحضر عشان يعلم الناس الإيه؟ الخشوع واستحضار الإيه؟ واستحضار يعني القرآن أثناء القراءة. لأنه في الحديث طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند أصحاب السنن إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشرها تسعها سمنها سبعها سدسها على حسب إيه؟ الخشوع. وقد ورد طبعا في الحديث ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، والحديث ضعيف لكن معناه صحيح. الحديث إيه؟ إن العبد لا ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا عشر، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، وينطبق عليه حديث رب مصل ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. سيدنا عمر كان يقول المصلي كثير والمقيم لها قليل، يعني الذي يصلي يعني كما ينبغي وكما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قليل، لكن الذي يصلي كثير. ومعنى التفكر بالدنيوي مكروه يعني أنه ينقص من ثواب الصلاة. وكره حمل شيء بكم أو فم. قبل أن نترك هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يقرأ في الصلاة عشان عدم التفكر كان إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، إذا مر بآية فيها مثلا أمر بالدعاء مثلا واسأل الله من فضله ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك أبدا كان يدعو يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، يسأل الله من فضله. ده من ضمن يعني من أعظم الأمور التي تجعل القلب حاضرا في الصلاة. فأنت تسمع يعني مثلا لم نشرح لك صدر ووضعنا عنك وزر، يجوز لك أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، أنت قلبك حاضر مع القارئ،
يقرأ ألم نشرح لك صدرك، مش بعد ما تطلع تقول لك صلي بيت ما أعرفش. تبقى ده دليل أنك أنت إيه؟ لا أنت مستمع ولا أنت منصت. القرآن وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي استمعوا له بآذانكم وأنصتوا له بقلوبكم. يبقى في واحد مستمع لكن غير منصت، يعني مستمع بمعنى لا مش مستمع، المستمع هو الذي يقصد السماع، لكن السامع هو الذي يسمع القرآن فقط، يسمع القارئ لكن لا يعرف أين يقع، فهذا اسمه إيه؟ سامع، يسمع القرآن لكن الاستماع يقصد الاستماع وينصت بقلبه. وكده ايه؟ قلبه حاضر واذنه مع الامام. ده من ضمن الاشياء التي يعني تجعل القلب خاشعا في الصلاه وتعين على الخشوع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكره حمل شيء بكم او فم اذا لم يمنعه مخارج الحروف والا منع وبطل. كره حمل شيء بكم، طبعا زمان لما كانت الاكمام واسعه فكان لو واحد جاي لبسه من السوق لحمه مثلا ماشي، فكان يجعله في ايه؟ في كمه، يمسكه هكذا كم واسع. فيكره ان يدخل الصلاه بشيء في كمه، لان برضه مشغله ولا يعرف وضع اليد على الركبه في الركوع ولا وضع اليد على السنه في السجود، وعند القيام هيقوم على ايد واحده وينزل على ايد واحده لانه اليد الاخرى ايه؟ مشغوله انها ماسكه الشيته داخل الكم. كذلك وضع الشيء في الفم، دي نقطه مهمه جدا. لو الانسان وضع مثلا قرنفل او لبان او نعناع او ضرب سايه حلاوه، طبعا في اشياء يتحلل منها وفي اشياء لا يتحلل منها، فالمكروه الذي لا يتحلل منه شيء، يعني شيء يابس، لكن الذي يتحلل منه شيء العلماء نصوا على بطلان الصلاة. يعني واحد حاطط نعناع أو حلاوة، وطبعا كل ما يبدأ عليه بيبلع حلاوة، يبقى دي مبطلة للصلاة، دي من مبطلات الصلاة، لأنها في حكم الأكل أو الشرب. يدي خلي بالك، لأنه في رمضان الناس لما بيفطروا المغرب والمؤذن طبعا مستعجل يقيم الصلاة والناس لسه ايه؟ يعني كان بلحة والثانية والثالثة أقام عليه في الصلاة، فتلاقيه يخش الصلاة والبلحة الثالثة فين؟ في الفم، الله أكبر، وهو بلا ايه؟ ياو. أو يكمل أكل البلح ويبدع الحلاوة، فده صلاة بطل. طب إيه المانع إنك أنت على ما يقرأ الفاتحة والسورة أنت كمل ومضمن بكك بشويه ميه عشان الحلاوه تذهب، وخش الصلاه وانت يعني خاشع. زي كيف تدخل الصلاه وانت تعبد؟ هذا عمل منافي للصلاه ومنافي للخشوع، لان الصلاه ده شيء عظيم. الصلاه طهاره القلوب واستفتاح لباب الغيوب كما قال الشيخ ابن عطيه الاسكندري. يبقى لازم يعني لابد ان تكون مهيئا. ليه؟ لان دي الوصله اللي بينك وبين الله، زي ما قال الشيخ ان الصلاه صله الانسان. ليه؟ لانها توصل العبد الى مولاه. ان الصلاه صله الانسان تاركها يكون في الجنه، توصل العبد الى مولاه وعن قبيح فعله تنهى. يبقى لابد ان تتهيأ لها ولا ترتكب شيئا من الممنوعات او المكروهات فيها.
لأنه أحيانا الإنسان ما بيفرقش بين المكروه والمبطل. يعني حمل الأشياء في الفم فيها كراهة وفيها بطلان. فلو حاجة تتحلى أنت بتبلع منها الحلاوة أو المرارة في لبان مر، يعني واحد معاه لبانة مرة أو لبانة حلوة وتركها في الفم، ركنها على جنب لكن بيتحلى منها حلو أو مر وهو بيبتلع تبطل الصلاة. لكن لو هي كقطعة الجلد لا يتحلى منها شيء وحملها في الفم، والله إذا كان يعرف يقرأ ويخرج مخارج الحروف يعني من مخارجها يبقى مكروهة فقط. لكن لو هي كبيرة شوية وعاملة له مشكلة في الفم هيضطر يجري القراءة على قلبه، مش هيحرك، هو مش عارف يحرك. يعني لو اللبانة كبيرة أو الحلاوة كبيرة مش عارف يحرك الإيه؟ اللسان، يبقى دي مبتلة. الحالة دي تكون إيه؟ مبتلة. لكن لو صغيرة ولا يتحلى منها شيء تبقى مكروهة، لأنه إيه؟ يستطيع أن يقرأ وهي في فم. هي نقطة عايزة تفصيل، لأن يعني الشيخ هنا ذكرها يقول وكل يا حمل شيء بكم من أو فم إذا لم يمنعه أو لم يمنعه مخارج الحروف، إذا لم يمنعه مخارج الحروف وإلا منع، منع حمل الشيء في الفم وأبطلت الإيه؟ الصلاة. القرنفل بيتحلل منه شيء له طعم، أي حاجة يتحلل منها الطعم سواء كان حلوا أو مرا أو بين بينه أو له أي طعم يبقى كده مبتلى. يعني قبل ما تدخل في الصلاة طلع إيه؟ ما في فمه. ولأن الإنسان لما يبقى فيه شيء في الفم يشرب بيه، يشرب. باك الطعام؟ ايوه ما هي اللبان يعني لو هيتلاعب بيها طبعا هي مكروهه من اجل هذا، لكن اهم شيء ما يتحللش منها شيء، لو تحلل منها شيء بطلت الايه؟ الصلاه. وكراهتها في انها مشغله. طب لو كان العذر زي مثلا القطمه بتاعت الضرس حطت ميه مثلا، برضه القطمه اللي هي مثلا واحد خلع ضرس مثلا وحاطط قطمه، برضو أهم شيء لا تمنعهم من مخارج الحروف. فلما تمنع من مخارج الحروف يبقى يعني يرميها ويغيرها بعد الصلاة، أو ينتظر يعني لما يرقى الدم كان في دم نازل ينتظر حتى يأخر الصلاة لغاية ما الدم ينقطع، إذا كان مش هيقدر إيه يشيلها يعني. هو لو انتظر نصف ساعة ولا حاجة يشيلها ويرميها ويصلي، يكون الدم تجمد وتجلط يعني. لأنه خلف الإمام لازم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ولا بد من السلام، والإمام يحمل باقي الأركان والسنن اللي هي التكبيرات والفاتحة والتسبيحات في الركوع والسجود يحملها الإمام إذا كان مأموم. لكن تكبيرة الإحرام لو القطمة كبيرة مثلا ما يعرفش يقول الله أكبر. وكره عبث بلحية أو غيرها. العبث يعني مرة مثلا، يعني يعبث بلحيته يقعد إيه يعمل كده يعمل كده، فده مكروه. لكن لو كسر، طبعا عندنا احنا في المالكية الحركات المبطلة اللي هي من نظر إليه قال إنه لا يصلي، ف
فلو حركة أو اثنين هذا مكروه، لكن بعض الأحيان تلاقي عادة الإنسان يرتكب 5 حركات 10 حركات متواليه، يعني يلعب في الأذن ويلعب في اللحية أو يلعب في الثياب أو يفك الكمام بعد الوضوء أو الشال مثلا اللي على كتافه في الشتاء، يعني يفضل إيه يعدل فيه كأنه هيتصور. مثلا العمة أو الطاقية مثلا دخل هو بعدين بعد ما يخش بيلفها أو بيعدلها كده إيه ويفضل إيه يلعب فيها. فطبعا دي الحركة الواحدة والاثنين مكروهة، لكن وصل لثلاث حركات متواليات في الركعة الإمام الشافعي رحمه الله تبطل الصلاة. 3 حركات متواليات في ركعة تبطل الصلاة. دي مشكلة، ده أنت بتشوف ناس حواليك وشباب يعني تعيد دول بتاع 10 مرات يعني يقعد يسرح في شعره أو يلعب في الأنف يلعب في الأذن، وخصوصا إذا لم يتنشف بعد الوضوء، فالمية طبعا بتعمل مشغلة يعني تاكل في الأعضاء، فهو كل شوية عادي يعمل كلام كل شوية عادي. كما لا كل ده مبطل، هذا مبطل لأن ده كله ده في ركعة ولسه عاد باقي الركعات، لكن تتكلم في ركعة واحدة. وأحيانا موضوع عاد التليفون ده موضوع تاني، موضوع محمول ده عاد يعني في آثام كثيرة جدا. يعني أولا لما يرن طبعا ده مشوش، والتشويش على المصلي حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، يعني ليك الصحابة في صلاة الليل يقرؤون بصوت مرتفع فبيشوش على بعض، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إن المصلي في حديث البخاري إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناجي، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فنهى عن الجهر يعني على بعضهم بالقرآن، يعني عدم التشويش ولو بقراءة القرآن، يعني كل واحد يصلي لكن يسمع نفسه أو يسمع من بجوارك فقط، يعني يقتصر على أقل الجهر، يقتصر على أقل الجهر، لكن عاد اللي هو عاد المحمول بيرن عليه فيخرج ويكفله ويحطه تاني يرن تاني، لأن في بعض المحاميل يعني فيها طلب تلقائي، يعني تكرر الطلب فدوكها طلبه قفل عليه تطلب تاني، العدة نفسها تطلب تاني وتالت، وده يحط ايده ويخرج ويكفل، هذا مؤكد طبعا لا بد ان يعيد الصلاه لازم. زياده على ذلك الايذاء التشويش على الناس وتخطئه الامام، الامام طبعا لو بيقرا في سوره طويله مثلا او ايات بعيده عن انقصار السور يخطئ ولا يدري اين يقرا، وتصور انت لما يكون أكثر من 30 أو 40 رجل كل واحد ما لو 5 محامين بس في العدد ده شوف يعملوا إيه في المسجد، مع إن هو لو دخل عند مأمور قسم أو رئيس نقطة ما يقدرش يترك المحمول مفتوح، لأنه عارف إنه لو رن قدامه هيشبع شتيمة. خلي بالك، يبقى أنت إزاي تحترم يعني بيت الحاكم ولا تحترم بيت أحد الحاكمين سبحانه وتعالى؟ يبقى ما لكم لا ترجون لله وقارا،
الإنسان ساعة ما يدخل مجالس العلم، الصلاة، مجالس الذكر، مجالس القرآن، يغلق المحمول. ما جعل الله رجل من قلبين في جوف. ما دام دخلت العبادة والطاعة يبقى لا تنشغل بشيء آخر، لأن الطاعة محصورة ساعة، ساعة ونصف، ساعتين وتخرج خلاص. يعني انت هل انت مشغول 24 ساعة في النافع؟ أبدا ولا شيء. يعني الطالب يسلم عليه فقط مش أكثر، وإن طلب شيئا يحتمل التأخير. يعني ما هواش مثلا غريق في بحر مثلا ويطلب منك النجدة مثلا، لو تركته مات أو غرق، لا أبدا ولا حاجة ولا أي شيء. يعني كلها مجرد سلام فقط. فلازم الإنسان يضع كل شيء في موضعه. والمساجد لها طبعا يعني لها أحكامها الخاصة بها، أحكام المساجد. لو فيه أمر ضروري مهم الإنسان يجعله صمت، يعني منتظر خبر معين لا بد منه يجعله امامه صامتا، اذا جاء يخرج برا ويتكلم برا. فالعبث طبعا في الصلاه دليل على عدم خشوع القلب. وقد راى الحسن البصري رضي الله عنه رجلا يعبث في لحيته، يعني بيعمل كده يعبث في لحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه. وكره حمد لعطاس او بشارة بشر بها وهو يصلي. عندنا في مذهب الإمام مالك يكره إذا عطس في الصلاة أن يقول الحمد لله رب العالمين، لأن هذه تقال عند الخروج، بعد الخروج من الصلاة. يعني ممكن يحمد بعد الانتهاء من الصلاة، ويشمته من بجواره بعد الصلاة. أو بشارة بشر بها، يعني واحد بيصلي فقال له أنت نجحت مثلا أو جاءك كذا وكذا، فيكره أن إيه؟ أن يقول الحمد لله وهو يصلي، وإنما يحمد الله بعد الصلاة. وكره إشارة للرد برأس أو بيد على مشمت شمته وهو يسلم إذا ارتكب المقروم وحمد لعطاسه. وأما الرد بالكلام فمبطل، يعني لو هو قال الحمد لله رب العالمين، يعني عطس فحمد، ارتكب المقروم الذي بجواره لا يقول له يرحمك الله، لأن لا مبطل للصلاة لا مكالمة. هذا إيه؟ مكالمة. إن واحد يتكلم مع واحد خارج الصلاة يرحمك الله، ممكن على العطس يغفر الله ما له ولا له، يبقى بطل الصلاة الحامد والمشمت، يعني العاطس والذي شمت. مكالمة الحمد، بس الحمد لله، لكن التشميد والرد مبطلان. وتكره الإشارة باليد، يعني حتى إيه؟ ما ترفعش إيدك، مكروه يعني، لكن لو رفع الصلاة صحيحة.
اشار على مسلم عليه فرحب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالاشاره على من سلم عليه. يعني واحد ذات سلم. فقال لك احد الناس دخل مسجد السلام عليك ويظنك انك لا تصلي. فانت تصلي فرضا او نفلا. قال السلام عليكم يبقى يجب ايه؟ ان ترفع يدك. سواء تصلي فرضا او تصلي ايه؟ نفلا. سيدنا انس رضي الله عنه كما ورد في السنن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار اهل قباء بعد الهجرة يعني جاءه الأنصار وأخذوا إيه؟ يسلمون عليه، أن يقول السلام عليك يا رسول الله، فكان يرد عليهم بالإشارة. ده أصل إيه؟ أصل جواز الرد بالإشارة. لكن لو قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يبقى بطلت الإيه؟ بطلت السلام. الله تعالى أعلم وأعلم.